سلامتك. يؤدي الغرق إلى الوفاة، لذا يجب الوقاية من حالات الغرق، وكذلك تعلم كيفية التصرف في حالة حدوثها لا قدر الله. ويجب مراقبة الأطفال باستمرار، سواء أثناء وجودهم في الماء أو بالقرب من مكان فيه حوض ماء مهما صغر حجمه. وتعليم السباحة للأطفال مهم ووقاية لهم من الغرق. الاحتياطات التي يجب اتخاذها في حالة إنقاذ غريق: لابد أن يكون المنقذ سباحا ماهرا. استعمال طوق نجاة أو إلقاء حبل تجاه الغريق ليمسكه وسحبه. أمسك الغريق من الخلف. إذا كان الغريق مغمى عليه أسرع في التنفس الاصطناعي. أحضر نقالة خشبية تحسبا لوجود كسر في العمود الفقري للغريق. اتصل بأقرب مركز للإسعاف أو خفر السواحل عند الحاجة. فور خروج الغريق من الماء قم بتدفئته ووضع بطانية ولفها حوله. لا تعطي الغريق أي أدوية عن طريق الفم. طرق إسعاف الغريق بعد إخراجه من الماء: ينظف الفم من الرمل والزبد والطحالب العالقة. يمدد الغريق بحيث يكون مستوى بطنه أعلى من صدره، ويقلب من جانب لآخر لإخراج الماء. يجب أن يكون المصاب مضطجعا على ظهره على سطح منبسط صلب. يضع المسعف يديه فوق بعضهما البعض فوق الجزء الأسفل من عظمة القص. يقوم المسعف بالضغط المفاجئ على أن يكون الضغط كافيا لتخفيض عظم القص بوصة أو بوصتين نحو العمود الفقري. تكرر العملية كل ثانية. عند وجود شخص واحد عليه القيام بعملية التنفس الصناعي وتدليك القلب بالتبادل. عند إصابة طفل يمكن الضغط على عظمة القفص بإصبع الإبهام. واصل عملية التنفس الصناعي عن طريق الفم والتدليك للقلب من الخارج إلى أن يعود التنفس التلقائي أو النبض الطبيعي بشكل ظاهر. انقل المصاب إلى المستشفى بالسرعة الممكنة مع الاستمرار في عملية التنفس الصناعي عن طريق الفم والتدليك الخارجي للقلب إذا كان ذلك ضروريا دون توقف أثناء النقل إلى المستشفى. اطلب المساعدة من خدمات الطوارئ. أمن نفسك والمصاب من مصادر الخطر. بادر في تعلم الإسعافات الأولية من أجل سلامة الآخرين وسلامتك. سلامتك.